هاي هاي هلا استاذ ميلاد. لين 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 مبسوطين؟ مبسوطين؟ اشتقنا لك يا استاذ. لين اشتقنا معك نسافر. لا 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 اليوم اليوم بنسافر البحر اليوم. دخلكم في واحد ناقص. مين؟ نسيم. نسيم كيفك استاذ ميلاد؟ اهلين استاذ نسيم حبيبي. صفا حبيبي تمام صفا صفا احنا كثير بنتشكرك على الكتاب اللي علمنا من خلاله. اليوم كثير اليوم انا جيتكم اليوم. كثير طلبوني في الفانز. انا كنت بتكلم عن موضوع الخوف وكثير الفانز بيسلموا عليكم وكثير اليوم شفتكم. انا بس كان عندي 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 سؤال لكم. ليش التوتر في قبل البرايم؟ وفي حسيت انا لما جيت ولاحظت انا ما شفتوني يعني بس انا كنت فوق بس بتابعكم. كنتوا كثير متوترين خايفين من اصواتكم. حلوه اصواتكم حلوه وعشان كذا الخوف دائم احنا بنسميه ايش؟ مستر تشيكن. مستر تشيكن اثر عليكم. احنا قلنا ايش مستر تشيكن ايش نسوي فيه؟ ننساه. طيب اليوم بنعمل لكم شيء خفيف شيء حلو كثير. فيكم بس احد يساعدني؟ نسيم تساعدني بس انا بس احط السي دي. هنعمل اي كونتاكت بس لا تشغله هنا عشان انا ما اخذت الاذن من الكنترول عشان احنا بنشغله هنا ما اخذت الاذن. شوي بس من نوت الموسيقى شوي. مو مشكله ممكن احنا نستخدمه من غير سي دي. يلا استاذ شو راح تسمعنا اليوم؟ راح تعمل لنا شو بروجرامك اليوم؟ اليوم انا عندي لكم حنسافر معك؟ تسافروا معي اليوم في شيء حلو. وكمان احنا دائما بنتعرض لضغوطات هنا كثيره في الاكاديميه و استاذ بس دقيقه احنا متعرض دائم هنا وانا عارف كثير وانا كثير عارف انكم مضغوطين عارف كثير انكم متوترين عارف كثير فاحنا بنعمل اكسرسيس هنا. معليش ممكن تتفضلون معي هنا كلكم تتفضلون معي بس اللي اسد شغل الموسيقى انا احلى نهار بس اللي شغل تفضل شغلي الموسيقى بس علي نزل الصوت شويه استاذ. حنعمل ايفون تاكت. ايفون تاكت بالضبط. نقص لي الصوت شويه. طيب احنا كلنا نغمض خلوكم مع بعض. غمضوا دائرة غمضوا خذوا نفس خذ من فمك وطلعوا على شكل دائرة على شكل دائرة كل التوتر يروح. استاذ ريحوا انفسكم يدينكم ريحوها. حلو خذ نفس غمض عينك يا ايهاب غمض عينك. الحين تخيل كل التوتر يروح طلع كل التوتر. لما تاخذ نفس طلع كل التوتر اللي داخلك. حلو حلو احس نفسك انك مرتاح كل التوتر جمعه كذا وانت تطلع من فمك طلع من ودني تتنفس طلع من ودني من فمك. من فمك حلو 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 يلا احس ان ودني مرتاح. فتح عينك حسيته براحه. طيب يا استاذ في عين مقفوله تفتح. الله 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 حبيبي. الحين كل واحد يروح للشخص ويشكر على شيء. شكرا على شيء. انا مع مابل نسيم ايهاب بليز. احنا جديين في الموضوع شويه. احنا جديين في الموضوع. سوري طلع في عينه تكلم اشكره على شيء معين. انت في الاكاديميه ثانك يو على عينك اللي عامله كده. شكرا شكرا مابل لانك انت انسانه جديه. شكرا لانك انت انسانه ايجابيه. شكرا لانك انت انسانه بتقدري الاشخاص. لو دوروا العالم كله خلاص يا بابا ممكن تشكري. والله العظيم وتونس فخوره بك يا نسيم. عينك في عينه ما تنزل. شو الكلمه اللي يقول لما غير؟ شو؟ في كلمه يقول سويتش 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 سويتش. والله استاذ بحبك قوي وانا بحبك دائما دائما. خلصنا الحصه دائما. تفضل تفضل. دائما احنا دائما نفكر الايجابيه. لسه بس باقي لنا بس اكسرسيس واحد. اكسرسيس واحد احنا بنسافر الحين. دائما احنا الخوف
الخوف هذا احنا ما نجيبه معنا. الخوف احنا لما الولد الصغير لما يجي ويضحك ولما تسوي له اي شيء يضحك، لما يطلب اي شيء يبكي، بس ما عمره خاف. ليش؟ لان الخوف دائما احنا ما نجيبه، يعني احنا اللي يجيب الخوف، ما يولد معانا، ما يولد معانا. طيب فينا بس ناخذ نغمض، غمض عيونكم، انا بناخذكم على رحله بسيطه. مين في بعد اسئله؟ مدام كلوديا، بس تكي في مدام كلوديا، مدام نسلي، مدام نسلي، غمض عينك، مدام كارلا، غمض عينك. انا تخيلوا من مدام نسلي، انا مدام كلوديا، لا انا مدام كلوديا، انت مدام كارلا. طب انا حبيبي، انا لسلي، التعصيب بس راح اقلدها. طب اوكي انا مدام كلوديا. طيب خلاص مدام كلوديا، خلاص غمض عينك، غمض عينك، غمض عينك. اوكي تخيلوا احنا طلعنا من الاكاديميه واحنا الحين رايحين كلنا مع بعض. تخيل الشخص اللي انت تحبه، انا هادي، يا والله اوكي. تخيل الشخص اللي انت تحبه، طالعين انت وهو سوا، وصلتوا لاعلى جبل. في الجبل هذا يا تضحي يا انت تطيح يا هو يطيح، لا حد يضحك، ركز. في النهايه خفتوا انتوا مع بعض، خفتوا على بعض، طحتوا الاثنين. ايش ممكن يصير لو طحتوا؟ ممكن ما يصير شيء لانه الجبل ما كان عالي، ممكن الجبل يكون يعني ما في مسافه بينك وبين الارض، ممكن ما تموت. هذه الافكار السلبيه اللي دائما احنا ناخذها. فكروا بايجابيه. طيب انتوا صحيتوا، يعني انت اللي تحبوا مع بعض، تخيلوا انتوا نازلين من الجبل راجعين على الأكاديمية، احنا راجعين على الأكاديمية، فتحوا عيونكم. الله عليك، الله عليك. انا هدي شكرا، انا بس كان عندي لكم هدية، كان عندي لكم هدية بمناسبة انا كتابي هذا. انا بشكر اللي ترجموا، انا كتبته بالانجلش، كله كان بالانجلش، بس هم سعوا انهم يترجموا، وانا حبيت اقدمه لكم لانه كان يوم الثلاثاء التوقيع للكتاب، فانتم كنتوا يعني اول انا اول ناس، أول ناس. شكرا شكرا. بشوفكم ان شاء الله، بنشوفكم انا مدام كلوديا ان شاء الله، بنشوفكم. تفضل انا دوري انا مدام كلوديا، تفضل.